نشاهد الآن براين الذي يلعب الكرة. الآن براين بكرة عرضية خطيرة، ولكن الكرة لا تزال لعبت بالراس، موجودة اتفاقية جميلة والكرة لا تزال. ماذا قال الحكم؟ هنالك ضربة جزاء، هنالك ضربة جزاء. نشاهد الآن سيذهب إلى الفار، هنالك ضربة جزاء، ضربة جزاء الآن والكرة ملعوبة. جول أول للاتفاق، أول لفارس الدمام للفريق الكبير على مستوى المملكة العربية السعودية. الاتفاق يسجل الآن في هذه اللحظات أول أهداف المباراة عن طريق كريستيان كوانكا بهدف أول في اللقاء، يسجل ثاني أهدافه في الموسم بعد الهدف الذي سجله في شباك فريق الباطن في المباراة الماضية. إذن واحد مقابل لا شيء، واحد مقابل لا شيء، وحلو الهدف.